إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نبقى مع الأمسية الدينية بصحبة الزميل حلم الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله يفعل ما يشاء. بسم الله بركة وشفاء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم ولا فخر، سيد الأولين والآخرين، إمام الأنبياء والمتقين، سيدنا محمد النبي الهادي الأمي الأمين الحبيب الشفيع البشير النذير الرؤوف الرحيم السراج المنير. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا قرة عيني يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم تحية طيبة مباركة من رحاب طاهر طيب مبارك، ومن ساحة كريمة طاهرة، من ساحة مسجد سيدي علي زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه بمحافظة القاهرة. ونحن نقدم لحضراتكم هذه الأمسية الدينية المباركة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وسيدي علي زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه هو ابن الإمام الحسين ابن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وعن آل البيت والصحابة أجمعين. لقب رضي الله عنه بزين العابدين وسيد الساجدين لكثرة سجوده وعبادته لله عز وجل. أيها الإخوة الأحباب، أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، دائما وأبدا نستفتح بخير الكلم وبطيب الحديث بالقرآن الكريم الكتاب الخالد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. تلاوة قرآنية عطرة لما يتيسر من آية الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود الطوخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنما يضل
الله يتوفى الأنفس حين موتها الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فيمسك التي قضى عليها الموت فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا قل
شفيعا. وبدا لهم
فإذا مس الإنسان ضر دعانا
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم وبلغ حبيبه المصطفى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. حقا إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه يعلو ولا يعلى عليه وما هو بقول بشر. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد استمتعنا بهذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله المحكمات، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود الطوفي، وكانت خير استفتاح لأمسية الليلة التي ننقلها لحضراتكم من رحاب مسجد سيدي علي زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه بمحافظة القاهرة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. ويقول حبيبنا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هيا بنا إخوة الإيمان نحيا في رحاب العلم والعلماء مع هذه الكلمة الطيبة المباركة يلقيها علينا الشيخ محمود السيد البرهامي من علماء وزارة الأوقاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة مهداة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك يا ربنا يا ميسر كل عسير أن تيسر لنا كل أمر عسير، فإن تيسير كل أمر عسير عليك يا ربنا يسير. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس. ثم أما بعد، الله عز وجل لما خلق هذا الكون جعله بأكمله مسخرا لنا. الله سخر لنا كل ما في السماوات وكل ما في الأرض والبحر والمحيط والأنهار والحصى والرمال والجبال وكل الكائنات ما فيها طير وفيها دواب وحيوان، كلها مسخرة بأمر الله سبحانه وتعالى للإنسان. فكل الكائنات عابدة لله، خاضعة لله، موحدة لله سبحانه وتعالى، تشترك معنا في عبادته سبحانه جل في علاه. يقول مولانا جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس؟ أي نعم،
كل الكائنات تشترك مع الإنسان في عبادتها لله سبحانه وتعالى. نأخذ منها إيه؟ نأخذ منها التفاعل الذي يكون بينك كإنسان وكل ما حولك من كائنات. لذلك الله عز وجل ذكر أن كل ما في الكون يسبح، كل ما في الكون ساجد لله، مصلي لله، عابد لله. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات، طير محلق في شكل منظم في السماء، كل قد علم صلاته وتسبيحه. نستفيد بكده ايه؟ نستفيد اننا لو اطعنا الله كل ما في هذا الكون من كائنات يكون مسخرا لنا وطائع لنا باذن الله تبارك وتعالى. ولو اننا عصينا الله نتصادم ونصطدم بهذه الكائنات التي هي ايه؟ عابدة لله ونحن عصيناه سبحانه وتعالى. لذلك سيدنا إبراهيم بن أدهم رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: كنت في إحدى أسفاري فأخذني العطش فمررت براعي غنم فقلت له: يا عبد الله، هل معك شربة ماء أو مذقة لبن؟ فقال لي: وأنت يا عبد الله أيهما أحب إلى قلبك؟ قال: أنا عطشان، إن شئت فأعطيني ورد عطشي. يقول سيدنا إبراهيم بن أدهم: فأمسك الراعي بعصاه وضرب بها حصا صغيرا في الأرض فنبع منه الماء. يقول سيدنا إبراهيم بن أدهم: فشربت وأنا أتعجب. فلما رأى العجب في عينيه قال: يا عبد الله لا تتعجب، فإن لله عبادا إذا أطاعوا الله أطاع الله لهم كل شيء. واحد لا إله إلا الله. إن لله عبادا إذا أطاعوا الله أطاع الله لهم كل شيء. قد يقول قائل: نحن لا نسمع تسبيح ولا تحميد من الجمادات ولا من الحيوانات ولا من الطير ولا من الحشرات. ربنا سبحانه وتعالى يرد فيقول سبحانه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ليه يا ترى احنا بنسمعش تسبيح الثوب اللي علينا، الأرض والحصى، الحائط، الخشب بتاع السرير اللي احنا نايمين عليه؟ ليه كل هذا التسبيح من كل هذه الكائنات ما بنسمعش؟ قوم ربنا يرد بختام الآية: إنه كان حليما غفورا. كأن ربنا سبحانه وتعالى عاوز يقول لنا إيه؟ تخيل لو أنت في غرفتك نايم بتعصي ربنا وانت سامع بعينك الثوب يسبح والحصى في الأرض يسبح والشجر اللي منه الخشب بتاع السرير بيسبح والسقف من فوقك بيسبح. إذن الحجج علينا أمام الله بقت كتير جدا، لكن ربنا بيقول من باب الستر عليكم أني لا أسمعكم تسبيح وتحميد وذكر مثل هؤلاء الكائنات من رحمة الله عز وجل. فقال: إنه كان حليما أي ستيرا غفورا. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. القائل: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. نحن نعبد الله طوعا، أما بقية الكائنات تعبده كرها كما حال الملائكة، بل هم عباد مكرمون. قال الله في حقهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول مولانا تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. طب إيه دخل السماء وإيه دخل الأرض في إيماننا وكفرنا، في تقوى العبد وإيمان؟ إيه دخل السماء ودخل الأرض؟ ما هي بتتفاعل معانا. نسأل الله سبحانه وتعالى
أن يكرمنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وتب علينا وارحمنا، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا من الراشدين. اللهم احفظ مصر وشعبها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء. اللهم أنعم على مصر بنعمة الأمن والأمان والسلم والسلام والسخاء والرخاء، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة المباركة ألقاها علينا الشيخ محمود السيد البرهاني من علماء وزارة الأوقاف، وكانت ضمن فقرات أمسية الليلة التي ننقلها لحضراتكم من رحاب مسجد سيدي علي زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه بمحافظة القاهرة. أيها الإخوة الأحباب، ونواصل مع حضراتكم الاستماع إلى فقرات هذه الأمسية، فنحيا الآن في رحاب الأدعية والابتهالات والمدائح الدينية والمبتهل الشيخ ضياء محمد الناظر. سيدي يا رسول الله، سيدي يا حبيب الله، يا نسمى مختار ربنا
ربي وسلامه عليه. نحو فناديني أنت الملاذ لمن يرجو أنت الملاذ لمن يرجو بيديك حبيبي بيديك حبيبي روحي ضامي بيوم الفصل ودي صلوات ربي وسلامه عليه. بيديك حبيبي رضاي بيوم الفصل والدين بشفاعته رب احميني. رباه تقبل دعواتي. رباه تقبل دعواتي. رباه تقبل تقبل دعواتي. ثقل بالحب موازيني. ربا يا تقبل دعواتي. ثقل بالحب موازيني. نور بالحب بصائرنا. نور بالحب بصائرنا. فحبك كنز يغنيني ولروض طه فقربنا. ولروض طه فقربنا. ولفعل الخيرات اهديني. ولحسن خلقي فخذ بيدي. ولحسن الخلق فخذ بيدي. فجعل مأواك يعليني. وإلى الإحسان فسيرنا. فرضاك سبيلي ويقيني.
بالدمع أناديك إلهي، بالدمع أناديك إلهي، بالصالحين ترقيني ومع الكادي رب احشرنا واجعل خشبي ضميني. سيدي صل عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في النبيين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا حبيبي يا قرة عيني يا رسول الله، يا من أرسلك الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد استمعنا إلى هذه الابتهالات والأدعية والمدائح الدينية قدمها المبتهل الشيخ ضياء محمد الناظر، وكانت ختاما طيبا مباركا لأمسية الليلة التي نقلناها لحضراتكم من رحاب مسجد سيدي علي زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه بمحافظة القاهرة. أيها الإخوة الأحباب، وحتى يجمعنا بكم لقاء إيماني آخر، نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، ونترككم في رعاية الله وأمنه، ولكم أطيب تحيات الزميل أيمن كبارة من الهندسة الإذاعية، وتحياتي حلم الشريف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.